ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ صباح الخير. احنا دلوقتي تاني يوم. امبارح لما رحنا المسرح كان ممنوع التصوير اثناء المسرحيه، فعشان كده ما صورتلكمش او ما عرفتش ان انا اصور لكم او القط لقطات، لكن صورت في الاخر وهم بيحيوا، يعني صورت في التحيه، كان عادي متاح ان احنا نصور في التحيه وبس. كمان الصور اللي انا اتصورتها مع الفنانين، في ناس كتيرة قوي قالوا لي ان هما ما عندهمش لا فيسبوك ولا انستغرام ولا تويتر، فياريت تحطيهم على اليوتيوب. فانا قررت ان انا احطه لكم في الفيديو ده، بما ان صورت الفيديو ده بعد ما رحت المسرح بيوم، وبرضه هحطهم على الفيسبوك وانستغرام وتويتر اللي حابب يشوفهم هناك. كمان لو ما كنتوش شفتوا الفيديو دي صورته، روحوا شوفوه. I'm gonna take it.
وصلنا مطعم عشان نتغدى وبس. طبعا احنا قضينا على الاكل، نسيت والله اصور لكم قبل ما ناكل، بس بصراحه كنت جعانه فاكلت، فنسيت اصور لكم قبل ما ناكل يعني. المهم قربت اخلص. رز اصفر وبرتقاني واحمر. جبت الحلو تشيز كيك بالكراميل. دلوقتي احنا هنرجع القاهرة. دلوقتي احنا راجعين هنرجع السويس.